السلام عليكم. هذا الفيديو هذا خاص بالطلبة، يعني الطلبة والطالبات. كيف ما كنعرفوا الطالبات والطلبة كيكون عندهم واحد ديبلاسمون، تيكونوا ساكنين في حي جامعي او كيكونوا كاريين في المدينة فاش كيقراو. بطبيعة الحال تيكون عندهم واحد المنحة والديهم نتوما كيعاونوهم. هنا هاد الطلبة نتوما خاصهم يتعاونوا مع ريوسهم ويكون عندهم واحد الدخل اضافي. غادي نشوفوا اليوم سبعة ديال الطرق باش يكون عندكم دخل اضافي اللي تعاونوا به ريوسكم وتعاونوا به الحياه ديالكم بما توفقتوا وساليتوا الدراسه ديالكم سواء ليسونس او الماستر او الدكتوراه. مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا يعني سبعه ديال طرق ديال ربح المال. ملي كنقولوا الربح ديال المال بطبيعه الحال كيجي عن طريق العمل، والعمل بطبيعه الحال غادي يكون خاصكم مهارات. هنا علاش درت لكم هنا سبعه ديال الطرق؟ لانه ما يمكنش ندير لكم واحد الطريقه ولا جوج، كل اللي بتجي سهله وكل اللي بتجي صعيبه. يعني سبعه كل واحد يشوف الحاجه اللي كيتقنها، الحاجه اللي كيعرفها، والحاجه اللي ما كيعرفها شو عنده واحد الميول ليها يتعلم ليها، يدير واحد فورماسيون سواء عن طريق اليوتيوب او دورات تقنيه عبر الانترنت هي مجانيه، وتعلموا يعني واحد لمده 10 ولا شهرين تتعلموا تاخذوا الحاجه مزيان اللي باغيين نتوما وتوكلوا في الله وخدموا. هنا غادي نشوفوا هاد السبعه ديال الطرق هادو، ومن بعد ان شاء الله غادي نديروا فيديوهات اخرى باش نزيدوا مازال نتعمقوا. هاد السبعه الطرق راه ديجا كل طريقه ديجا كاين فيديو ديالها شرحته، وغادي تكملوا فقط نتوما يعني الاجتهاد ديالكم وزيدوا يعني خدموا. ندوز ديريكت للشرح. يعني غادي نشوفوا سبعه ديال افضل مصادر دخل اضافي للطلبه. يعني المصدر الاول هو ادخال البيانات، هنا كنهضروا على السيزي سواء في اللوجيسيال او في الوورد. الطريقه الثانيه هو تدريس وتعليم المهارات، يعني كنزيدوا السوايع الحوايج اللي كنتقنوا. الطريقه الثالثه هو العمل في مواقع فريلانس، هنهضروا على خمسات وفايفر، هذو الاشهر في هذه المواقع. كتابة المحتوى التصحيح اللغوي، يعني هنا كنهضروا على سكريبت. خامسا التسويق، يعني الماركتينغ. وسادسا الترجمة، يعني الترجمة راه مطلوبة بزاف بالنسبة للغات. التصميم والمونتاج، لان شي سيرو اي حاجة خليها في التعليق.